الحمد لله. يعني هذا العام هذا كاين واحد ليفيكتيف اللي هو كبير من طرف المشاركين، وان شاء الله ما بقى لنا والو، غادي نديروا واحد الانطلاقه، غادي نمشيو لساحه توادا. يعني كتكون واحد المسيره اللي كنفرقوا فيها لي بونبون، تنفرقوا النفاخات، والهدف من هذه المسيره هذا هو نصر الابتسامه في وسط الساكنه ديال مدينه اكادير. والهدف ديالنا يعني هدف الناس كلشي، يعني العامة، الناس صغار الناس كبار، ونحيدوا الناس اللي خرجوهم من داك ستريس اليومي ديالهم اللي كيكون عندهم. هذه مبادرة طيبة، ما يمكن لها إلا تكون في صالح البنات ديالنا والأبناء ديالنا الأعزاء، الفلذات ديال الأكباد ديالنا، وإن شاء الله حتى الكبار، حتى حنا لقينا واحد المتعة في هذا الشيء، لأنه الابتسامة ماشي خاصة غير الدراري الصغار، إنما خاصة كذلك الناس الكبار، لأن ما أحوجنا إلى الابتسامة في هذا الزمان هذا. كما كتشوفوا المشاركة ديالي اليوم في أكادير سمايل بلبسة ديال الكلون. الهدف ديالنا من هذه المبادرة هي نشر بزاف ديال الحب ونشر الابتسامة، يعني كما كتشوفوا بلي بالون ديالنا بلي بونبون، المهم كنفرقوا بزاف ديال الهدايا للناس ديال أكادير. وكما قلت لكم نرجع نقول الهدف ديالنا هو نشر ديال بزاف ديال الحب والابتسامة، الابتسامة كيف ما كنقولوا، وسيمسيما سمايل كتقول لكم ابتسموا للحياة تبتسم لكم.